مزيان كاين الثمن الوقت بخير زاد العلف زاد الثمن شويه ولكن واخا كاع زاد الثمن الناس كاين الثمن شويه كاين الثمن شويه نعم على حساب العلف الناس ما شادوا والو الله يعاونهم وصافي زاد غريبه زاد علينا ما شادين والو نبيعوا كاع كل شيء وما نجمعوا فلوسنا مع الوقت مع العلف ما كان الصيف عامين هذه ما كاين والو ايوا يفرج الله تعالى شحال هذا الجبال شحال تقول فيهم هذا 360 اللي عطاونا فيهم وقلنا لهم بجوج الملايين ايه مليون الوحده تنيات تنيات بجوج متنيات ايه بجوج تنيات ايوا راه كاين تمر راه كاين الصير وكاين تماره وكاين تكرفيس ما شاء الله ايوا يسنى الله يجعل البركه وباقي الخير وباقي مازال ان شاء الله الخير بحال اليوم نجيبوا الاخر العجله مليحه كتكال الماكله ديالها مزيانه والعجل حتى ما بيش الا عتني اللي فات هذا العام احسن من العام اللي فات هذا كاين المليح والناس مهليه واخا كاين الثمن شويه وكاين الصوت سوق الديه واخا كاين الثمن شويه هما زيد 20 فريه في البهيمه ما بين العلف وداك الشيء والثمن شنو كاين شكون اللي مضروب واش المواطن ولا الكساب الكساب بزاف الكساب مضروب بزاف النخوله 26 24 25 تدين الكساب دابا مضروب مزيان في تماره تيشريها ويعلفها شحال تجيب السوق تجد فلوسه ما كان تمام لا والو هذا مشكل ما جلال تمام اللي بغاه هو ما شدوش هذا ما هذا هما الثنيه تا هما عطاهم 160 الوحده ما لقاهاش تيقول هو مليون الوحده واش يلا تعوض هذيك مليون في العجله ولا يا رب تعوض يا رب تعوض يا رب تعوض اليوم السوق عامر مزيان كاين الشاري الناس تبارك الله مزيان السوق واخا الناس كاين المليح المليح موجود السلعه موجوده بيختنا الحمد لله انسان بيخ الحمد لله واخا كان تما شويه الحمد لله اللهم لك الحمد 5000 اي قلنا لهم 5000 و 500 ولكن ما عطوها لينا عطونا 5000 اللي عطونا هادشي اللي عطاو عليهم هذاك الشيء تنطلب الله تبارك وتعالى يسرع الجميع عواشيركم بروفا ضريتو نتوما كالكسابه ودي الكسابه هذا العام ضر الناس ضروا من العلف وضروا العلف غالي هذا العام علف غالي بزاف علف كان بجوج دراهم ونص توصل هذا العام 5 دراهم هادشي اللي كاين وداش زاد راه تزاد نص تبارك الله اللي تزاد ماشي نص اللي تزاد في الصرف ايوا العام اللي فات راه ديك الساعه كاين الرخا في العلف وهذا العام راه تبارك الله كاين السومه في العلف العلف هو اللي يتزاد اللي تزاد شويه كاين الناس ما قادرين مساكن على حتى ديك 5000 درهم 4000 درهم 4000 درهم 4500 كاين اللي سميتو كاين العائله ثاني حتى 7000 درهم السوق اليوم كاين شويه الثمن كاين ارتفاع شويه في الاثمنه خصوصا ديال الاغنام وديال الابقار ابقار فئه العجول يعني تاع الاضاحي كاين ارتفاع طفيف ماشي نقولوا زعما ماشي ارتفاع كبير ولكن كاين يعني الناس كيتقداو ماشي العجل ما كيكونش دابا كتكون العجله الثانيه هي اللي كتكون مطلوبه بزاف دابا حاليا في هذه الايام نعم كتكون العجله مطلوبه حيت كيطلبوها الناس العجله الثانيه كتكون مطلوبه للعيد وانتم كتسبع عرفنا كاين الزيادات يعني واش انتم كاع في البيع والشراء واش هذا الشيء هذه خلي لكم فكره يعوضكم على هذا الهدف اللي تتهدوا لا بالعكس واخا كيكون واخا كتكون الزياده عاوتاني دابا كاين زياده في المحروقات في العلف يعني هادشي كيرجع عاوتاني سلبا على الكسابه كاملين بصفه عامه لا الاغنام لا الابقار